قالت البوليس وجريدة الشعب، وتدرج في مناصب عديدة أخرى كان من بينها رئيس قسم السيناريو ومراقب النصوص والسيناريو والإعداد ومراقب على الأفلام الدرامية، ثم مديرا عاما لأفلام التلفزيون ورئيسا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ونقيبا للمهن السينمائية. وبانوراما النيل لازالت مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار يعلن اتجاه قواته لجوبا عقب اتمام السيطرة على مدينة بور. تلمسون الدور المصري الفعال في القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي المصري. مصر يعني وفي طليعة في هذه الملفات الأمن المائي. المتحدث باسم الخارجية يؤكد أن المصلحة الوطنية هي المحرك الأساسي لسياسة مصر، وأن العلاقات الدولية تقوم على الندية والمشاركة. قوات الشرطة تتصدى لشغب طلاب تنظيم الإخوان الإرهابي بجامعة عين شمس. وزيرة الصحة تعلن نجاح خطة الطوارئ الشاملة لوزارة الصحة لضمان استمرار الخدمة الطبية أثناء الإضراب الجزئي للأطباء. وإلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. والاقتصاد في هذه الفترة مع شروت حمدي. شروت، شكرا أحمد وعمرو. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم، هذه الجولة مع الأخبار الاقتصادية. أبرز ما فيها: البورصة المصرية تحقق مكاسب قياسية في النصف الثاني من 2013 بفضل ثورة 30 من يونيو. قادت التغييرات السياسية التي شهدتها مصر في مطلع النصف الثاني من العام الماضي 2013، والتي تمثلت في ثورة 30 من يونيو عزل الرئيس السابق محمد مرسي وبدء تنفيذ خارطة جديدة لمستقبل أفضل لمصر، قادت مؤشرات البورصة المصرية لتغيير دفتها من الهبوط والخسائر الحادة في النصف الأول من العام إلى مكاسب قياسية في النصف الثاني. وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن الأسهم المصرية خسرت أكثر من 54 مليار جنيه خلال تعاملات النصف الأول من العام الماضي، لكنها عادت ومنذ 30 من يونيو 2013 وحتى نهاية العام لتتخذ اتجاها صعوديا قويا، ربحت خلاله أكثر من 105 مليار جنيه لتنهي العام على أرباح قدرها 51 مليار جنيه. فيما ربح المؤشر الرئيسي للبورصة في النصف الثاني فقط نحو 43%، وحلت البورصة المصرية في المرتبة الثانية كأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في 2013. أكد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أكثر استقرارا، وأوضح في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أن الدولة تمكنت خلال الأشهر الستة الماضية من التصدي للأوضاع الاقتصادية الصعبة من خلال إعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي. أذكركم أولا بأن مصر منذ ستة أشهر كانت على حافة الهوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع في توفير الموارد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، وفي ظل عزلة دولية لمصر في المجال الاقتصادي في أعقاب ثورة يونيو. ولكن خلال الستة أشهر الماضية تمكنت الدولة من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي.
ومن خلال برنامج أعلنت عنه الحكومة يوم 12 سبتمبر تضمن العمل على 3 محاور. المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين. المحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج. أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وممتد في هيكل الاقتصاد المصري، وهي برامج. من جانبه أكد وزير المالية أحمد جلال أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزا للانطلاق بعد مرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير من عام 2011. جلال أضاف في مؤتمر صحفي مجلس الوزراء أن الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة لانعاش الاقتصاد تعتمد على سياسات مالية ونقدية توسعية بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة المالية تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين إلى 56.95 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 80.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. أشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 0.3 نقطة مئوية خلال 5 أشهر مقابل 1.7 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي. أعلن اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحملات التي قام بها مفتش قطاع التجارة الداخلية بالوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي على أسواق القاهرة أسفرت عن ضبط 95 طن منتجات غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي. كما أكد أبو شادي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية أصبح مطمئنا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد أزمات سوى في البوتاجاز. ليه من الحكومة هو المحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للبلاد، وده الحقيقة أول ما جينا كان هناك عجز في هذا المخزون في سلع أساسية واستراتيجية. الحقيقة قدرنا نحقق مخزون من هذه السلع، القمح النهاردة بيكفينا للأسبوع الأول من إبريل 2014. الأمر الثاني بالنسبة لنا هو قضية الأسعار، والحقيقة إحنا تصدينا لقضية الأسعار عبر عدة محاور، منها التسعيرة الاسترشادية، وهذه التسعيرة تعتبر توافقية ارتضاها المجتمع التجاري والمجتمع المدني. اتفقوا أنهم يقعدوا مع بعض بدل شطط هوامش الربح أنهم يحددوا أسعار يتفقوا عليها. وصلنا إلى نهاية أخبارنا الاقتصادية، عودة إلى أحمد وعمر مرة أخرى لاستكمال أخبار البانوراما. تفضل أحمد. نستكمل إذن بانوراما الرابعة من قناة النيل في القاهرة. صرح نائب رئيس جنوب السودان المقال ريك ماشار بأن قواته تتجه للعاصمة جوبا للاستيلاء عليها بعد سيطرتهم على بور عاصمة ولاية جونغلي وانسحاب القوات الموالية للرئيس سالفا كير إلى ثكنات عسكرية جنوبية المدينة. يأتي هذا بالرغم من الاتفاق على بدء مفاوضات السلام بين الجانبين في وقت لاحق من اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. على وقع المدافع تنطلق في أول أيام العام الجديد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا
محادثات سلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين للاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار لإنهاء القتال الدائر منذ أكثر من أسبوعين في أحدث دولة في إفريقيا. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترفت فيه حكومة جنوب السودان بفقدان السيطرة على مدينة بور المهمة في أحدث معارك بين قوات الرئيس سلفا كير مياردت والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المقال السابق رياك ماشار. تزامنا وصلت مجموعة إضافية من أفراد شرطة الأمم المتحدة تضم 73 جنديا إلى جوبا، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على خطط لزيادة عدد قوات حفظ السلام في جنوب السودان إلى الضعف لحماية المدنيين خاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين الفارين من مناطق القتال. استقبلنا الآن 73 عنصرا من أفراد شرطة الأمم المتحدة. يأتي هذا في إطار تعاون بين البعثات، وبعدما أقر مجلس الأمن الدولي القرار فيما يتعلق بنشر وحدات من الشرطة هنا لإقرار القانون والنظام. وأجاز مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع أجاز خطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيادة القوة في جنوب السودان إلى 12500 جندي و1323 من الشرطة، مع لجوء أكثر من 45000 مدني إلى قواعد المنظمة الدولية، حيث ستعزز القوة الإضافية قواعد الأمم المتحدة التي يلجأ إليها المدنيون طلبا للحماية. واندلع القتال في العاصمة جوبا في 15 من ديسمبر الماضي، وامتدت الاشتباكات سريعا إلى المناطق المنتجة للنفط، وأدت إلى انقسام البلاد بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سيلفا كير مياردت والنوير التي ينتمي إليها ريك ماشار نائب كير السابق الذي أقيل في يوليو الماضي. إبراهيم سعودي، النيل. من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من جوبا السيد شانديل الكاتب والمحلل السياسي. سيد شان، يعني بعد أن أشارت الأنباء إلى اتجاه مشار نحو جوبا وزيادة حجم القوات الدولية هناك، هل تعتقد بأن الأمر ما زال ممكنا تحقيق هدنة أم أنه خرج عن السيطرة؟ نعم نعم، هنالك سبيل للتفاوض والوصول على هدنة بين الطرفين، الحكومة والقائد المتمرد هو الدكتور ياك ماشار ومع الحكومة. أيضا نعتقد أن وصول الطرفين الحكومي والدكتور ياك ماشار أو وفدين، وفد الدكتور ياك ووفد الحكومي لأديس أبابا، غدا سيمهد الطريق لإجراء الحوار ووفد الأدايات كشرطة باسي لفد الحوار. ما أراه هو أن الدكتور ياك ماشار حتى الآن لم توقف الأدايات أو إطلاق النار، وما زال هنالك اشتباكات في مناطق مختلفة في مدينة داكيو ومنطقة ميوم صباح اليوم وليلة أمس طولة مجددا على مدينة بور، وهذا يشير أن المفاوضات لم تحدث في ظل وجود اشتباكات مستمرة، ولم يتم تنفيذ أربع مقترحات التي خرجت بها ضمن دول الإيجاد في العاصمة الكينية نيروبي في وقت الأدايات كأول شرط، وثانيا اعتقال المعتقلين أمين، ثم بعد ذلك حل الأزمة الإنسانية وأنفتح الحوار المباشر. كل هذه القرارات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن. لكن من جانب الحكومة تحاول تنفيذ هذه القرارات أو هذه إذن ما زالت الهدنة شيئا ممكنا بين الطرفين. من جوبا السيد شانديل الكاتب والمحلل السياسي محللا للوضع في جنوب السودان، شكرا لك. تعرضت منطقة الزمراتي على الحدود اللبنانية مع سوريا إلى غارة سورية صباح اليوم، وأفادت الأنباء بأن المنطقة التي استهدفتها الغارة تقع على بعد 15 كيلومترا عن بلدة عرسال اللبنانية، وقد تضاربت حول سقوط جرحى، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إصابة 3 سوريين جراء الغارة ونقلوا إلى بلدة عرسال لتلقي العلاج هناك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جاد من أجل وقف القتل في سوريا. في غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية اليوم أن قوات المعارضة قصفت بالصواريخ 18 قرية في محافظة اللاذقية الساحلية ردا على قصف النظام لمدينة حلب بشمال سوريا.
ومن جانبه قال المرصد السوري إن أكثر من 130 ألف شخص قتلوا منذ انطلاقة الثورة في 18 من مارس من عام 2011 حتى 30 من ديسمبر، ومشيرا إلى أن